وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجدد التأكيد على قناعة المغرب الدائمة في أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية أعقبت استقباله لرئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيل صالح. المملكة المغربية ليست لها أي مبادرة فيما يخص الشأن الليبي. المغرب أكثر من هذا، المغرب ضد تضخم المبادرات، المغرب ضد المبادرات خاصة المبادرات الخارجية. المغرب يرى أن تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل. لهذا فمبادرة بعد الاتفاق السياسي للصخيرات، هذا التطوير اللي جات به مبادرة معالي المستشار قوتها في أنها جاية من ليبيا وجاية من مؤسسات ليبيا مثل مبادرات الأخرى. نحن نتثمن عاليا دور المملكة المغربية في مساعدتنا على خروج من أزمتنا الراهنة، ولازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لمالي جلالة الملك من مكانه ولحكومته وزير خارجيته من صوت يسمع في المجتمع الدولي وفي جامعة الدول العربية. نحن نحتاج إلى دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي، لأن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا. وخلال ندوة صحفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، أكد السيد بوريطة أن المغرب مقتنع بأن نقاط التقارب أكثر من نقاط الاختلاف، مشيرا إلى أنه مثلما كان اتفاق الصخيرات منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يجودوا هذا المنتوج ليتلائم مع المرحلة الجديدة. كانت كذلك تأكيد لقناعة دائمة هي أن الليبيين لو تركوا وشأنهم، لو تركوا بدون تدخلات، قادرون على صياغة الحلول المناسبة للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى. تأكدت القناعة كذلك بأن نقاط التقارب هي أكثر من نقاط الاختلاف، على الأقل حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي الموجود في اتفاق الصخيرات. كان هناك اتفاق على أن هناك تعقيدات في المشهد الليبي يجب أن تفكك من الناحية السياسية، أدت هذه التعقيدات إلى التأزمات العسكرية وغيرها. كان الليبيين ذاهبين إلى ملتقى جامع، لكن بصراحة دائما نقول نحن في ليبيا أن الخروج عن الاتفاق السياسي هو السبب في كل هذه الإشكاليات. المسؤولان الليبيان أجمعا بالمناسبة على أن كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، وأنه إذا كانت بعض مقتضياته تحتاج اليوم إلى التعديل والتطوير، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يشوبه أي خلل.